حق الحق يا ابوي. ايش بلاك شو مستوي؟ يدي بين الحياة والموت، هناك اسيوان يصيح. انا اليوم الصبح عندي في المزرعة صراحي ما في شيء. شو ياه؟ عقب ما سرق طلع نخل العودة طاح منها وتكسر. تكسر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شو اللي خلاه يرقى النخل العودة؟ يقول انك ما تعرف نبت النخل، هنا وين نبتها؟ ويدك وين في حال نبت النخل؟ قم خلنا نسير بسرعة. قم 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 بسرعة. يا الله وابوي وظهري، يا الله وري لي ينبي كل ابوك متر رض ثلاث رضات، اول رضتين الحين ثلاث رضات. وي 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 وابوي وري لي يوم توش على ريلي يدي تعورني. ما تشوف شر يدي؟ الشر عنك بعيد يا ولدي. تصدق ما حد بينفعني الا انت. مشكور يدي. ابوي تبغى نودي كل المستشفى؟ لا تودينا المستشفيات مول، انا ما داني الا المستشفيات. كان عاكم دواء غير المستشفيات غير، شو رايكم توسموني وسم؟ ابوي شو تبغى الوسم؟ سر المستشفى خير لك. يا عمي طعشوره خلنا نوديك المستشفى، اخاف فيك كسور وحنا ما ندري. كسرت ريلش ان شاء الله. افا يلا وظهري مترض مترض مترض. عمي للحين انت ما داني المستشفيات، ما يصير ذا الكلام الله يهديك. ليه نموت؟ حتى لو مت تودوني المستشفى. اي اي يلا سلامتك ابوي ما تشوف شر. عمي علاجك عندي. صبري شوي بنت الحلال. ابوي انا كم مره قايل لك شلك تثبت النخل؟ الحين كم عامل في المزرعه لازم تثبت هالنخل العوده من يوم ما ماتت الوالده. بس 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 انا بنسمع حربكس تقول شو العلاج عندك منيره؟ هذا علاج شعبي يستخدمونه عندنا الاولين في السعوديه، وكل من جرب هالعلاج ثبت نجاحه. وشو هالعلاج؟ هالعلاج طال عمرك يدفنونه بالرمل، بس يكونون رمل حار ها لمده 3 ساعات ابد، ويقوم عقبها مثل الحصان. ادفنون يدك ان شاء الله. افا جدي متوفي يا عمي الله يهديك. يدفنون ابوش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اقول تعال بيك بكلمه راس. يلا هلا هلا في يدك سعيد ان شاء الله. سمعت امك شو تقول؟ تقول تبغى تدفني وانا حي. اي اتوس على ريلي ذني تعورني. يدي حيدك ذيب. اوه زمان هذاك ما بالحين. اي ها شو علاجي منيره؟ ابوك ما له الا علاج المليله. مليله؟ شو هاي المليله؟ مثل ما علمتك من شوي، يدفنون ابوك في رمله حاره. ها شرط تصير رمله حاره لمده 3 ساعات. ادفنه في الرمل؟ شو قاعد يتنفس بيموت؟ عاد انا قلت يدفنون كله، يخلون راسه ظاهر برا، يدفنون جسمه بس. قولي كذا من البدايه، الحين فهمت. زين خلاص بودي البدع، ولا اقول لك نودي الذيد احسن. اقول لا البدع ولا الذيد، وده الربع الخالي يزين، انفه والجو عليل. الربع الخالي؟ اي انا اقول صدق ابويا، تبين تتخلصين منه؟ افا يا فهد تهقها مني انا؟ انا منيره بنت ابويا اسوي ذي الامور ذي؟ أقول خل عنك الهرج الزايد، خل نلحق على أبوك قبل لا يتعب أكثر ونوديه. إي والله يلا نتوكل. شو يا أبوي الحين هذا علاجك يا منيرة؟ بتدفنوني في الرمل ها؟ إذا ما دفنوكم عيالكم ولا عيب. نزلني مالك إلا العافية يا عمي، عقب ذا الملة وإن شاء الله بتشكرني. وين العافية بتيني؟ اركب وراح شو تصير تدعملك بعير وتكسر بعد زيادة؟ خلني بركب ورا الفراش، ولا الفراش أنت تحطه للمطرح في الكاريير؟ إن شاء الله إن شاء الله سعيد، هات الفراش وهات المطرح حق يدك. من وين ساب اللي تعال الصوب؟ يلا وابوي يا سعيد. ما يا سعيد؟ لا بي شو ظهرك يا ابوي؟ يا ابوي شو ظهري بعد الطاير؟ زين ريولك ريولي عني يا ابوك. ان شاء الله اكو الحين بيوصل قم شوي تعب ودك ورا تعال شوي يا الله يلا شوي يا سعيد شوي يناشع ظهري ها ايش قاعد يا ابوي؟ يناشع يا الله يا الله يا ابوي يا دريبك يا شوي 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 مكان ما يايلس سم ابوي سم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله حتى لي داخل يا كريل يا جسد ابوي هات الفراش يا سعيد. لقيت الدار من بعد الحبايب خلي يوبها عجايب
بتبها وانا حيران الساعة ودمع العين من موقي صبايب وقفت بها وانا حيران الساعة ودمع العين من موقي صبايب خبريني عن المحبوب قولي وين غايب لا يا دار بالله خبريني عن المحبوب قولي وين غايب تقول الدار عبك غادروني وخلوني لعيات الهبايب تقول الدار عبك غادروني وخلوني لعيات الهبايب انت الحين صدق يا ابني هنا بتتفني؟ هي بتفنك؟ هذا علاج منيرة يا ابوي تفضل شو تفضل انت عازمني على عشاء تراك انت يا بتتفني في الرمل لا تخاف يا ابوي اذا ضايشت ولا حسيت بشيء ترى بطلعك على طول انا وياك يلا قم قم ابوي شوي 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 لا 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 شوي يلا ابوك لين الحين مقفل جواله لا تنسى انا المهم سيرنا الربع الخالي اكيد ما في ارسال زين وش السوات يا وليدي لا تخافين على ابوي هي مو باول مره يصير البر ابوي ذيب ايه يا ولد الذيب اجل اسمعني اذا ما دق وخلال ساعتين مالنا الا الشرطه ان شاء الله ايه بعد خاف صاير فيهم شيء لا لا أبوي ذيب أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان وأحبك قبل لا يدرون يا سلام أشوفك طربان إيه طربان بس أبوي ريدي ناشف كان بتجيب لي ماء ولا عصير ابشر ابوي ابشر او 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 ولا قطره نشب الماي ابوي نشب الماي من اولها نشب الماء ابوي سيب لي ماء سيب لي ماء خلني بشرب قبل لا اموت سيب لي ماء سيب لي ماء افا عليك ابوي كلها عشر دقائق ويكون الماي عندك ولو تباني يسير مكه ويجيب لك ماي زمزم تامر امر لا تتعب نفسك السير هناك حيوان انت عد من واحد لين المية ويكون الماي عندك ان شاء الله المية بس واحد هنا ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية تسعة
وإن شاء الله هالمكان ما يكون في ذيابه. ولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم سكنهم مساكنهم. أقول هذا المكان في ذيابه وفيه ين بسم الله حولك وحواليك، بس لا تنسون وياكم بطي اللي إذا شاف الذيب راح وطي. كفو والله كفو، ما فيك حيلة. اللي بتخبركم يا رب. قول. نحن وين فيه وشو اسم هالمكان اللي نحن فيه؟ والله أنا ما أقدر أحدد لك الحين. صح، لأننا بقربكيشن مالي ما يشتغل إلا على النجوم. صح، والنجوم ما تطلع غير في الليل. أقول لك خذ يمين، خذ يمين. يمين يمين يا ابو يمين. وين يمين بعد؟ شو دراني انا وين يمين؟ يمين ايدك اللي تاكل فيها هاي. ها يمين. طالع انت. يمين يمين ترى اسميك انت بعد قوت ابو قريب. عوي وين ودنا هذا سيف؟ شوفه ادري وين ودنا. يمين يمين ترى يمينك انت. طلعيني يمينك يا واد على الانفركيشن. كربكيشن هذا ابو باي باه هو كربكيشن. الحاله 531 532 534 535 536 537. تلحقنا يا اخوي تلحقنا. امر يا اخوي امر امر. ابشر بعزك، وش عندك؟ ابوي هناك عطشان وما عندنا قطره ماء. زين يا ابوي قربوا العزبه عندنا، فالكم طيب، الماي موجود، كل شيء موجود. يا اخوي ما نقدر، ابوي هناك مدفون، اقصد تعبان عطشان، وضيافتنا انك تعطينا الماء. مالك طيب، هذه الساعه المباركه، خذ الماء يا ابوي. شيء في خاطرك؟ تسلم، جزاك الله خير اخوي، احسنت. ألف أربعمية وخمسين، ألف أربعمية واحد وخمسين، ألف أربعمية خمسة وخمسين، ألف أربعمية ستين. Thank you.
هذا اللي كنت خايف منه. كني اللي ضيعت ابوي يا هي السالفه، شو اسوي الحين؟ الشمس وين كانت؟ الشمس هالصوب يا هي بلشع. حتى ماشي ارسال اقول لك المثل، اذا ضيعت في البر وقف مكانك لين يجيك الفرج. اشهد ان لا اله الا الله. الله يستر من اللي جاي، الله يستر من اللي جاي، الله يستر من اللي جاي، الله يستر من اللي جاي. وقف يا بطي، وقف وقف وقف. حلو امك. وقف. انا عندي لكم راي يا اخواني. شو خير؟ شو رايكم نصب خيمتنا هني ونسوي غدانا ونريح ونرتاح؟ ايه والله صدقت، دخل علينا العصر وما اكلنا شيء، متنا مليون. صح، بنتغدى وبنتوكل على الله. ها بس انا عندي لكم راي ثاني. شو رايك بعد؟ يا اخواني وين بنصب الخيمه هني؟ كلها عراقيب وحات الله بتلعوز. تعدون بقعتنا هيك الاوليه مرينا عليها كلها حصى. تعدون ها؟ لفينا على يمين. ايوه هناك بنصب خيمته بتثبت عدل. راي زين صراحه. زين زين. روح يا بطل روح. يسار. خذ يمينك يمينك. يسار. اقول لك يمين. ها اخوي عوي. خذ يسار يا عوي. ها ها. اتجنبنا تراك ما تجنبنا. حاسب حاسب. يا الدنيا. الله يعيننا عليك. طب انت هذا وشغل الفرفكيشن مالك؟ فرفكيشن الحين قلناك يشتغل في الليل، في الليل على النجوم، على النجوم. اوه اسمح لي يا سيدي اسمح لي.
يا سلام، الحين بنطبخ ذاك الغداء ونسوي ديج القهوه حلو والعلوم الغانمه. زين زين، اللي بتخبرك بطي ها، يقولون انت شال الخوف من راسك. صدق اقول لك جال عنا الخوف من راسي، انا والخوف ما نتلاقى في مكان واحد. اسمع انت هذا، تعال صدق بطي ابغيك تخبر سيف عن قصتك ذيك اليوم كنت تخاولين. ها اسمع انت، اسمع، انا مسماي مخاولين ليش؟ هذاك اليوم طال عمرك صرت السيح. زين نعم، هو حصل له كذيب يتضارب ويا يني، كان يجيب سلاحي وثبته واعطيه على راسه واسدحه. نعم سدحت اليني، اقول لك سدحت الذيب، ومن هذاك اليوم انا واليني طبج طبج. زين يا مخاولين، نعم، شو رايك تشيل هالرمثه هاي وتطلع برا وتجهز لك حصاتين عشان تجهز غدانا؟ اشيل يده امر امر. سيب فهد، وينك يا فهد؟ يني يني، بسم الله شردهم الرابع شردهم. يني ضحم تحت الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، يلعب ومظهر رأسه ويصارخ ويقول وينك يا فهد، وينك يا فهد؟ نعم نعم، يني يقول فهد وينه؟ أنا فهد يا جماعة الخير. ها أنت فهد؟ عينك تعرف هذاك يني؟ هي نعم أعرفه، أدلوه مكانه. ها بصراحة ضيعني يا أخوي، ما أدري، نعرف مكانه ما نعرف مكانه، كم مشينا كم كيلو والله ما نعرف. يا جماعة لا تخافون، هذا ابوي انا دافننا عشان امله وضيعت مكانه. ابوك هذا الرجال اللي لقيناه من لنس؟ هي نعم انسي. يلا يا جماعه الخير خلينا نسير له بسرعه قبل لا يموت. يلا 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 بسرعه يا جماعه الخير. يلا يا ابو، يلا يلا. سموح ابوي، تراني ضيعت الدرب. يا ريال انت عطني الماي الحين. حسبي الله عليك انت ومرتك، ما علي وين بسير. ابوي تعال ابوي تعال، حق ابوي تعال، حق الحق الحق حق الريال حق الريال. لا تعال وقف ابوي، الحق ابوي الحق يا ريال الحق. شرد شرد يا ريال، الحق يا ريال الحق. لا حق يا ريال، لا حق ابوك، لا حول ولا قوه الا بالله. لا حق يا ريال، سير سير. وقف وقف الحين، هذا على ديش يا منيره، بتدفعوني في الرمل، بتدفنوني. سك الباب. يلا لا تخافين ابوي، ديب مو ابوي اول مره يصير البر، ابوي ما يخاف عليه. حلو ترى ابوي مثل ابوك. لا لا لا، المهم خلنا يلا.